الهيئة العامة للكهرباء والمياه تعلن توقف محطة تحلية المياه بولاية صحار مرة أخرى. يذكر أن الهيئة أعلنت في وقت سابق تشغيل المحطة بعد عطل فني بسبب غمر مياه البحر للمضخات. بورصة دبي للطاقة تفيد أن سعر نفط عمان تسليم شهر يوليو المقبل بلغ 64 دولارا أمريكيا وخمسة سنتات، ويعد ذلك انخفاضا بدولارين أمريكيين وأربعة عشر سنتا عن سعر يوم أمس. مصادر أمنية عراقية تفيد أن ثلاثة من عناصر تنظيم داعش قتلوا في انفجار عبوة لاصقة كانت بداخل سيارة كانوا يقودونها غرب الأنبار. مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على مشروع قانون من شأنه أن يعطي الكونغرس صلاحية مراجعة الاتفاق النووي مع إيران قبل اعتماده بشكل نهائي. مستشفى ألبرت إينشتاين في ساو باولو يعلن أن أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه خضع لعملية جراحية في البروستات وسيبقى في المستشفى دون تحديد موعد مغادرته لها في الوقت الراهن.